مشاهدينا مرحبا، نقدم اليوم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية من تداول. يتماسك الدولار في جلسة الأسيوية اليوم، وذلك على الرغم من ضغوطات بيانات سلبية في قطاع المنازل وارتفاع العائد على السندات الأمريكية الحكومية وسط التوقعات برفع أسعار الفائدة في قبل نهاية هذا العام. وأيضا نذكر أن ترامب سيعلن في الأيام المقبلة قراره بشأن رئاسة المركز الأمريكي الذي سيأخذ مكان جانيت يلين والتي تنتهي فترتها طبعا في شباط المقبل. وكان حديث دراجي الأحد الماضي أشار إلى أن مستوى التضخم في المنطقة الأوروبية وصل إلى رقمه المستهدف، وذلك بسبب السياسة التحفيزية المتبعة في المنطقة الأوروبية، وهذا أثر سلبا على اليورو لأنه توقع أن تستمر السياسة للأشهر القليلة المقبلة، وهذا ما ضغط سلبا على أسعار اليورو. كان هناك هبوط على سعر الباوند، وذلك بعد أن أظهر نمو الأجور تباطؤ في وتيرة النمو، وطبعا هذا يشير إلى أن معدلات التضخم قد تشير إلى انخفاض في القراءة المقبلة. تأثير الاسترليني بتصريحات أعضاء المركز البريطاني بتوقعات رفع أسعار الفائدة، وخصوصا مارك كارني الذي أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة أن لا يكون في الأشهر القليلة المقبلة. أذكر أن معدل النمو أي الناتج المحلي الإجمالي تقريبا وصل إلى 1.7% بعد أن كانت القراءة السابقة 1.9%، ونحن ننتظر اليوم مبيعات التجزئة في بريطانيا حيث أشارت القراءة السابقة 2.9% وهو أعلى مستوى له تقريبا في 3 سنوات. من ناحية التحليل التقني لا يزال يتماسك الباوند عند مستوى الترند الصاعد الذي يظهر في الرسم البياني، يصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% 1.3195، ويتداول في هذا النطاق يلتقي مع المتوسط المتحرك ليعطي بعض الدفع الإيجابي. الذهب في طريقه إلى تسجيل أدنى مستوياته تقريبا في أسبوعين، ما قلل الطلب على الملاذ الآمن طبعا اليوم كانت لمصلحة الأسهم خصوصا في المنطقة الأسيوية، حيث بالرغم من تباطؤ النمو بشكل طفيف في الصين لكن كان هناك تداولات جيدة على أسهم كقلل من الطلب على الذهب. وأيضا تحسنت مبيعات التجزئة في الصين وسجلت 10.3%. أما أسعار النفط فهناك بعض الدعم الإيجابي من قراءة المخزونات وتقليص المخزونات في الولايات المتحدة، دعم أسعار النفط في طريقة إيجابية، ولا يزال النفط يلقي دعم من جراء التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والأزمة في العراق طبعا، وأيضا العقوبات التي نتوقع أن تفرضها الولايات المتحدة على إيران، جميعها دعمت النفط. من جهة أخرى توقعات أوبك بتمديد فترة خفض الإنتاج إلى نهاية عام 2018 كان إيجابي ودعم لأسعار النفط في الارتفاع. داو جونز اخترق ووصل إلى مستويات قياسية جديدة عند 23,000 نقطة، وذلك بدعم من طبعا شركة IBM التي أعلنت عن بياناتها الفصلية للربع الثالث من عام 2017، وكان إيجابي دعم الداو جونز في الارتفاع. أما من الأجندة الاقتصادية كما أشرت ننتظر بيانات التجزئة اليوم في بريطانيا، وأيضا ننتظر مؤشر الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة. أرجوكم لزيارة موقع تداول على تداول.com وصفحاتنا على التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة.